التسبيح خدنا بعيد وياك. العمر بيفوت ويمر بين حيوي ومر، وطريق ماشيينه اسمه حياة. ضحكتنا ودمعتنا في حياتنا حكاياتنا مع ناس، وده جنبك أقرب لك من قلبك وفي طيبته، ومفيش ده بيكرة وده بايع بالفطرة ومعندوش إحساس، وقلبي ما بيحبش يبقى خسارة يعني. وتمشيه مهما بيكون صعب، ساعات بتلاقي في سعادتك، ساعات ياخدك لجرح وغل، وناس عنك تشيل همك ويفرحوا لو تكون فرحة، وده منك ومن دمك، لكن بقى في لحظة الو ايه ده؟ هو انا طلبت مين؟ سوري يا دكتور سعد، اصلي كنت بكلم واحده صاحبتي اسمها سعاد فطلبتك بالغلط. انا فكرت موافقه على نادر. انا مش مصدق ان انجي ما عزتنيش ولا حتى اتصلت بيك عشان تطمن عليا. اعزائي ليك ما كانش هيغير حاجه، بالعكس ممكن يضايقك اصلا. قدرتي ما تعزنيش في ام الله يرحمها انجي؟ صوتي عربيتك لغاية بلدنا عشان تطمني عليها وهي عيانة، ولما تموت مزعل مامتك الله يرحمها. بس أنا يوم ما أنا جيت البلد أنا جيت أطمن عليك أنت. مبروك يا طنط. لا طنط إيه، أنت كمان ما تقولش ماما يعني. وأنت بقى عايزنا نعرف مين فيهم أكتر. طبعا حضرتك بسيمة. الله الله الله، ده أحمد بقى قايل لك على كل حاجة. يلا يا فيفي بقى، غيري من البنات وفرحينا بيكي. خالي كان دكتور سعد عايز ياخد من حضرتك معانا عشان موضوع شخصي. معاد ايه؟ الموضوع ايه اللي عايزاني فيه؟ انت هتستعبط؟ مش قلت عاوز تخطب؟ طبعا انا قلت لك دلوقتي حالا كنت معاها في الحمام عشان بقول لها اني بحبك، مش هتصدقيني مش كده؟ وانا حقي ده اصرفه منين يا رشا؟ انا حقي اني اعرف ان اللي انا اخترته وامنت له يطلع راجل مش عيل. صح انت عارفه ان عشان ادخل ادم بيتنا من غير ما يكون متكلم عليا كبيره قوي عندنا ازاي؟ ولولا ان انا ليا قيمتي قدام ناسي ما كنتش حطيت صابع كانت تخين وقلت عليه راجل. فاهمك. لكن هو مش قادر يمسك نفسه يبقى ما يستاهلش كل اللي انا بعمله عشان انا ما استاهلش الوجع ده كله يا رشا. صاحب العربيه عملناه بالاصول وعرفنا انه بالاصول. فين العله بقى؟ مش برضه بيقولوا يا اسطى الملوش كبير يشتري له كبير؟ وانا جالك عشان تقول لي اعمل ايه، واللي هتقوله هعمله. قامت تتفحص طريقها في عتمة الظلام ككفيفة، حريصة ألا توقظ صغيرتها
التي تنام بجوارها في سريرها البارد. وقد قضت الصغيرة ليلتها كسابقتها تعاني من أحلامها المزعجة، إلى أن يغلبها النعاس قبيل الفجر فتنام على صدر أمها لتطمئن بأنفاسها. أبداً لم تعيقها عتمة الليل من الوصول إلى باب الغرفة، فقد قضت في هذه الغرفة ظهراً بل ظهوراً، الغرفة التي تقضي بها عقوبة الحبس الأبدي دون اعتراض أو تأفف، حتى وبعد أن أصبح حبساً انفرادياً بوفاة زوجها. استحضرت ابتسامتها الملولة وتوجهت بها لغرفة باقي الأبناء، أيقظتهم بأغنية صباحية تدعو للتفاؤل، وهرولت إلى مطبخها تعد إفطارهم الروتيني كل حسب ذوقه، فالكبير يفضل الفاكهة والأوسط يعشق الحلاوة، والوسطى تفضل مربتها التي تملأ بها الرف السفري من دولاب الخزين مع مطلع كل شتاء. ولم تلحق لبن الصغيرة قبل أن يفور ككل صباح. ملأت زمزميات المياه وساعدت كل منهم على الانتهاء من مهامه الصباحية في سباق الزمن اليومي. دقت على باب جارتها العجوز واستودعتها الصغيرة وحقيبة مستلزماتها على استحياء حالما تعود من مشوارها. تأكدت من إغلاق الجارة لبابها لتعود إلى شقتها متلصصة. دخلت إلى حجرتها وارتدت الجلباب الأسود الذي يحبه. انتظرت دقائق مرت أطول من ماهيتها، إلى أن سمعت على الباب الدقات الثلاث المتفق عليها. فتحت بابها ليمرق داخلا وعاودت إغلاقه لتلقي بحملها بين أحضانه، مستمدة من حرارة جسده وسخونة قبلاته تلك الطاقة التي تعينها على الاستيقاظ في ظلام اليوم التالي كما تفعل كل أم وفية. صباح الخير. صباح الخير. أجيب لك الفطار هنا على السرير ولا تفطري في الجنينة؟ توكل. آه طبعا. أنت مستقلية بنفسك ولا إيه؟ عارف بكل البلاد اللي إحنا رحناهم في الهانيمون، لو عندي الاختيار برضه هختار إن أنا أعيش هنا. أنا لو أختار أختار إن أنا أبقى معاكي بس في أي حتة عادي. على فكرة أنت لو قعدت تدلعني كده طول الوقت أنا هطمع. انا عايزك تطمعي اصلا. اطمعي اطمعي براحتك، وريني اخرك ايه. عارفه اكتر حاجه بسطاني ايه؟ انك هتشتغلي معايا في المشروع. ساعات بحس المشروع ده اهم مني. مفيش حاجه اهم من انك، لكن المشروع ده انجي انا حافظ كل تفاصيله، بذاكره بقالي سنين، فهو طول الوقت حاضر قدامي، طول الوقت شايفه كامل في خيالي، كأنك سمعنا بالظبط. كنت لسه بحكي لإنجي عنك. اه إنجي دي العروسة. نديم بيسلم عليكي بيقول لك مبروك منورة بيتك الجديد. نديم بتقول لك لا مبروك دي ما تنفعش في التليفون. أنت هنا في بيروت ولا فين؟ لا ده أنت كده مدلعنا قوي، المفروض إحنا اللي نعمل معاك كده. طيب تمام خلاص، يبقى نشوفك. سلام. ده نديم سيف صاحب أرض الأحلام اللي أنا نفسي أشاركه. ده اللي جاب لنا بوكيه الورد اللي قد الصيف اللي احنا كنا قاعدين فيه وقت الفرح صح؟ الراجل ده لو شاركني بالأرض بتاعته يبقى خلاص الحلم اتحقق. وليه ممكن ما يوافقش؟ يعني طالما أنت بتقول إن هو مشروع كويس وإن هو كمان هيكسب من وراه. عشان هو مش عايز يشارك حد، كل الناس عايزة تشاركه وهو مش محتاج. صباح الخير يا عباد. صباح الورد يا مدام إقبال، هجيب لحضرتك القهوة حالا. شكرا.
الو صباح الخير. في المحل. لبست ايه؟ اصور ايه؟ بلاش هبل بلاش مياصه، خليك في شغلك. طيب حاضر، الطلبيه هتبقى جاهزه. مع الف سلام. سلام. عبادة عايزك ثانية واحدة. فندم. عايزك تصورني مع الورد. تصور في زبونة بتقول على وردنا مش فريش، أنا بقى عايزة أثبت لها. إزاي يا فندم؟ تعال ناحيتي. إحنا وردنا أصبح من ورد الجناية. استنى 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 استنى. أيوه. علي الراديو يا شعبان. طيب يا حبيبتي، هسأل هشام على النمرة، لو معاها ابعت عليك على طول. اوكي يا روحي، مع السلامة. نمرة مين؟ دي بيلا. عايزة نمرة محمد القاضي. معايا الموبايل جوا هجيبها لك. لا لا مش مهم خالص، خلص قهوتك براحتك. دي بس كانت حجة المكالمة. طب هي بتتحجج ليه؟ يعني هي مش عايزة النمرة ولا حاجة، هي بس عايزة تقولي إنه فرح آية على ابن توفيق عبد العزيز كمان أسبوعين. طب هي بتتحجج ليه يعني؟ عارف بلا بقى وشغل القرشونات بتاعها. المهم ان انا حبيت اقولك بنفسي عشان يعني ما يجيليش وسواس وافتكر ان انت ممكن تكون عارف وقلتليش، ولما الاقيك متعصب مزاجك متعكر مش ان هو ده السبب، وافضل بقى في حرب الاعصاب اللي انا حقيقي ما بقتش قادره استحملها. قلت اقول لك بقى واقطع العرق وازيح دمي. ما كنتش عارف مش كده؟ أكيد أنت متخيل أنا طلبت قبلك ليه. مش محتاج أتخيل، أنا هعرف حالا دلوقتي. من غير مقدمات أنا بطلب منك تقبلي يا أحمد. اللي خلاني أقول لك من غير مقدمات هو عندكم في البيت كلكم عارفيني كويس، بالذات مامتك وسامي، دول عشرة عمر من قبل حتى ما أنتوا اتولدوا. وأنت شايف إن ده سبب كيف إنك تقصر المسافات وتطلب مني حاجة زي دي؟ بص يا حمد، خلينا نتكلم بصراحة من غير ما نجامل بعض ولا نخبي على بعض أي حاجة، عشان أنا بقى لي زمان قوي مخبي من قبل أبوك ما يتجوز أمك. والله أنا كنت عايز أتجوزها من قبل باباك، حصلت ظروف وقتها كده. أنا مش عايز أتجوزها دلوقتي. اللي خلاني أصبر السنين الطويلة دي كلها من غير ما أتجوز أي ست تانية ممكن يخليني أصبر لغاية ما تشوفوا الوقت المناسب اللي يمر على وفاة أبوك، وبعد جواز اخواتك وجوازك انت وجواز ادم لو حبيته. انا طلبت قبلك عشان اجاوبك على بعض الاسئله اللي عندك وعن حدود علاقتي بإقبال، اللي هي من كتر حبها ليكم بتتهرب من الاجابه عليها.
هي اللي حكت لك؟ لا لا هي ما حكتش حاجه خالص، هي ما تعرفش ان انا عايز اقابلك ولا اكلمك حتى. ما اعرفش رد فعلها هيبقى ايه، بس انت من حقك تعرف، بل انتوا عندها اهم حاجه، قراركم وموافقتكم على طلبي او رفضه هما اللي هيحددوا علاقتي بيها. يعني هي موافقه بس انتوا بس مستنيين موافقتنا، لان احنا عندنا وعد مهم. مش ممكن تربيه اقبال ليكم، مش ممكن اطلع حد فيكم اناني. موبايلي بيرن ولا ايه؟ مش عارف. الو. ايوه يا بال، كلمتك كتير وما رديتيش. ما سمعتوش، كنت في المطبخ. مساء الخير يا حبيبي. مساء الخير يا ماما. انا قابلت احمد، حكيت له على كل حاجة. لسه بتقولي لأ يا ماما؟ بقولي كنت معاه من شوية وحكي لي على كل حاجة. لأنه مفيش حاجة. هو طلبه، بس أنا ما ردتش على طلب. يعني رجب بيتبلى عليك يا ماما؟ هو قال إنك موافقة وإنك مستنية أنا وأخواتي نقول فتبقي أسعد واحدة في الدنيا، عشان انتوا بتحبوا بعض من زمان. كنا زمان يا احمد، ولغايه فتره قريبه قوي كانت مجرد ذكريات طفوله، لكن لما رجع بقى وطلبني قلت له مستحيل عشان ظروف جواز اخواتي. كنت عارف يا ماما، كنت عارف. ولما قلتلك اكتر من مره، كل مرة كنت بتنفي فيها. أنفي إيه يا أحمد؟ بجد مفيش حاجة. ولو أعرف إن هو هيكلمك في حاجة زي كده كنت منعته. تفتكر أنا ممكن أعمل حاجة زي كده لو أي حد من إخواتك رافضين؟ ورافضين ليه بقى إن شاء الله؟ امشي دلوقتي يا بسيمة. لا مش همشي. أنا عايز أفهم، أنت نصب لها المحكمة كده ليه؟ زي ما أكون دخلت لقيت مراتك في حضن واحد تاني. بيحبها. ومن زمان كمان، من قبل ما تشوف خلقة أبوك من أصل. وعشان هو نظيف وشاري جه وكلمك راجل لراجل من قبل حتى ما يكلم خالك. مين كان أول فتح لي بالموضوع يا ماما؟ هو ولا أنت؟ أمك يا عيني خايفة منكم، زي ما تكونوا أنتوا اللي خلفتوها مش هي اللي خلفتكم. صعبت عليه، الراجل فاض بيه جه يكلمك، فيها إيه يعني؟ ولا انت ايه اللي مزعلك من اصلي؟ ان عبد السلام هيتجوز امك ولا ان هو فاتحك قبل منها؟ عشان مش متخيلك متجوزه حد غير ابويا. يمكن اكون غلطان يا ماما. انا لقينا ابويا ما كان عايش كنت محصنك عشان احنا مش عايشينه هو. صح، عشان ابوك ما كانش له اي عزة في حياتها غير انه خلاها تخلفكم. انا دلوقتي بتكلم مع امي. احمد، ده انت ابني الكبير، لو انت وافقت بس انا ممكن اوافق، ولو انت رافض مستحيل اعمل كده. أنا اللي قلت لها إنها توافق على الميعاد اللي حدده خطيبها، بس أنا ما كنتش متخيل إنها توافق بالسرعة دي. أنت كنت فاكرها يعني هتفضل مخطوبة العمر كله؟ بس قلت على ما يجي ميعاد الجواز أكون بقيت قادر أستغنى عنها. أنت بقيت بتكذب على نفسك كمان؟ بطمن روحي انها مش هتقدر تكمل،
أو إنه أي حاجة تحصل. اتخانقوا، خطوبة تتفسخ. زي ما بيحصل. ما بيحصل في أي حتة أنا جايب. فتبقى جت منها هي وأنت خليت مسؤوليتك. لا فكرة برضو. مش قادر أتخيل إن هي بعد كام يوم هتبقى كلها ليه؟ مش حقه ولا إيه؟ مفيش حد لي حق فيها غيري أنا جايب. حصل بقى معجزة إن أنا رجعت الكلية وبحضر وبنتظم. حاجة تغم يعني. عرفت وعرفت نظر أكتر ما أنت عالم. حبيبي يا أسطى، موضوع تاني يعني كنت عايز أكلمك فيه. إن أنا بقالي فترة عمال أفكر في موضوع خالي ده وإزاي أعرف أقنعه إن أنا عايز أخطب واحدة تانية غير بنته. الموضوع بقى محتاج تكتيك وتفكير عالي وبتاع. خد وقتك، مفيش مشكلة. أنا عارف إن الموضوع مش سهل. خصوصاً بعد ما جيت معاك خطوبة أختك وعرفت قد إيه أنتوا بهواك كبار. شفت نظرة الاستحقار في عيون الباشا خالك. يا عم هو من العاشرة كان اللي يبص لك نظرة استحقار. أنا عذره، مش عايزك لبنته هيبص لنا ليه؟ كنا أولاد السلطان. استعمل حسابك، لما تيجي عشان تطلب إيد حبيبة تفهم خالك إن هو جاي يتقدم لبنت السلطان. بقول الله. في بقى موضوع ثالث وأهم من كل ده. أهم من بنت السلطان؟ حلم عمرك. المخرطة. اشمعنى؟ هفهمك. أنا بقالي أيام وليالي بدرس كل جانب المشروع ده. عرفت أسعار المخارط وأنواعها وموجودة فين وإيه اللي ناسبنا. ناسبنا؟ ركز معايا يا هندسة. دلوقتي أنت عشان ما تطلعش مواتيرك بره وتتحوج لباب على الخراط بتحتاج التلات مخارط. يا ابني بقول لك الواحدة أغلى من الألماس تقول لي تلاتة. يا أسطى ركز معايا أنا مش فاهم. سوق المخارط السكند هاند في ألمانيا ده عامل زي البحر. تجاره كتير وسمسرته أكتر. أنا عرفت أوصل لتلاتة من هناك. حلو؟ احنا هنروح ألمانيا نستلط أحسن تلات مخارط من هناك. بالذات إن هما هناك كده عندهم زي عندنا. خد وهات والشغل من تحت الترابيزة اللي كلنا عارفينه ده. مش أنت قلت لي إنك ناوي تشارك صاحب الورشة العناصي؟ قلت لك. تمام. بالفلوس اللي أنتوا هتجمعوها دي بقى هيبقى ماسكوا شريك تالت. وقلت لك أنا ما بحبش الشراكة وما عنديش تالت أثق فيه. لا عندك. عندك واحد تالت تثق فيه لدرجة إنك مأمنه على أختك. ده ماله ده أضمن شغل الخراطة. يا ريس عمال اقول لك هنروح هنستلط وهنجيب انا هبقى شريكك التالت. ايه مش عايز شريكنا ليه؟ ايه بس انت هتجيب منين الحصه دي يعني؟ انت بتقول لي انت على باب الله وبتسترزق باوبر وحفلات، هتجيب منين الفلوس دي؟ مالكش دعوه، انا هدب الارض هتطلع فلوس، بس انت بس واقف على المبدا. وما دخلتش وحتى ما اعتذرتش للراجل. لا فهمني بجد. حسيت ان القصه اللي كاتبها وحشه قوي كده كده مش هقدم وفيه ودي اكتر واحده بحبها يعني فقلت مش لازمه. ليه مش هتقدم وفيه؟ دي حلوه جدا. مجموعه من غيرها ما تسواش. ها؟ لا المجموعه حلوه بس ليه مش هتقدم وفيه برضه مش فاهم. يعني اصل لو حلمي كمل للاخر يعني نشرت المجموعه كلها وفيه بالزيت لو حد قراها عندي في البيت هتعمل شويه حساسيه يعني. حساسيات عندك انت في البيت ليه؟ دي عن ارمله ليها عشيق. لا 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 ايه لا لا انا قصدي يعني انا وحي يعني. عبد السلام صاحب خالي عايز يتجوزوني. ازاي تعمل حاجه زي كده من غير ما ترجع لي؟ ما هو لو كنت رجعت لك عمرك ما كنت هتقولي اعمل كده. كان الوضع هيفضل على ما هو عليه ونفضل محلك سر. يعني الوضع دلوقتي بقى حلو قوي. على الاقل انت بقيتي مجبره تواجهي. اواجه مين؟ بقول لك انا بتهرب من اني اشوفه. خلاص يبقى واجهي يا عبد السلام.
أحمد قالها لي صريحة، مش قابل يشوفني متجوزة حد تاني غير باباها. وبعدين ده أحمد، مش فيفي ولا آية. يعني هو كان ممكن يستوعب ويفهم أكتر من الاتنين التانيين. أنت جيت تكحلها عمتها، بس عمتها خالص المرة دي. مش فاهمة، يعني أنت معترض على التوقيت؟ ولا عشان هو اللي قال لك مش هي؟ ولا على المبدأ نفسه اللي قال لك؟ كله بالنسبة لي كله زي بعضه يا شهير. لا كله مش زي بعضه يا أحمد. لو أنت رافض إن مامتك تستمتع بحياتها وتبقى مع البني آدم اللي هي كانت طول عمرها نفسها تكون معاه، علشان أنت مش قادر تتخيل إنها تكون مع واحد غير أبوك، ولا بتغير عليها، ولا نفسك إن هي تفضل وهبة لكم حياتها مع إن خلاص كل واحد فيكم بقى عنده حياته، لا تبقى أناني قوي يا أحمد. إيه يا إنجي؟ موبايلك خارج الخدمة ليه؟ مركب؟ طب يا حبيبتي الحمد لله على سلامتك. اتكلمتي أحمد؟ لا، من ساعة ما خرج الصبح ما رجعش. قولي لها إنه زعقلي. مفيش حد هنا غير أنا وبسيمة. دلوقتي بعد ما البنات كلها اتجوزت لازم تشوفي لك عريس. أنت حكيتي له؟ نادية. ألو. خد بالك من أمك يا زفت أنت. لا ما تقلقيش يا أختي. وروح كل عيش بقى. باي. يلا سلام. اتفضلي يا حبيبتي. مش قاديني انا بحبك يا يوسف. انا عمري ما حاجة على حد فيكم ولا هعمل حاجة انتوا مش عايزيني اعملها، بس برضو بحبك يا يوسف. عايز تنزلي شويه؟ حجزت ترابيزه 30 شخص في كلاب الاوتيل اللي هتنزلوا فيه. فاهم ابوك بقى؟ ده اهم حاجه. من بكره يفضي لي الجيست هاوس تعبتكم عشان عمال يبتدوا يجهزوا. اوكي. مش مكفيك فرهده الفرح. كلاب كمان. بقول لك ايه، يوم فرحكم محدش هينام. ده مجنون، ممكن يخلينا نبارتي لغايه الهاني مون. وانا انا بجوزك كل يوم يعني. وانت ما قلت لك حته بروجرام الهاني مون؟ كمان؟ ياب. اوكي. مش تنزل؟ ساعة. لا مش للدرجة. خمس جماعات، أربعة منهم في أمريكا. عمري ما تمنيت حاجة قد إني آخد الدكتورة من واحدة فيهم. بس المشكلة في التكاليف. معقولة حتى التعليم تكاليفه عالية كده؟ هو أنتِ بتحبي الجندوفلي أكتر ولا ملح البحر؟ أنت بتقول يا سعد؟ أنا بكلمك عن مستقبلي يا حبيبتي. والله أنا مركز، بس يعني ريحة الأكل أثرت غرايزي. غرايزك؟ مجازاً يعني. عارفة أنا لما كنت صغير كنتش أحب المأكولات البحرية دي خالص، بس لما كبرت الموضوع اختلف. حسيت إن الواحد المفروض إن هو ما بقولك إيه؟ يلا بينا. يلا فين يا فيفي؟ هنمشي من هنا يا حبيبتي. إحنا لسه ما أكلناش. مش أنت اللي مختار المطعم ده؟ يا سيدي مش عاجبني، عايز أمشي. بقولك يلا. طب خلاص اهدي اهدي اهدي. في مطاعم حلوه قوي في شارع في المعادي اسمه شارع 9، حاجه فخمه كده وفي كل انواع الاكلات اللي ممكن تحبيها، حاجه نظيفه يعني. اقول لك حاجه، خلينا خمسه كده، السكك دلوقتي تبقى زحمه جدا. يعني نطلب يعني؟ لا مش هناكل هنا. طيب خلاص ماشي. بابا انت بتعملي ايه يا فيفي؟ انت بتصوريني ولا ايه؟ اصل لقيت ان ما عنديش صور ليك خالص غير صور الخطوبه بس. طيب صور يا ستي.
بص فين؟ زي ما انت باصص كده بالظبط. نورتي؟ اه تمام. يلا بينا بقى، زمان السكك فدي خلاص. هي لحقت؟ اه اكيد لحقت. يلا بينا. بيحب